انا مش عارفة هتتفقوا معايا في الرأي ده ولا لا، ولكن انا شايفة بصراحة منهج الصف الثالث الابتدائي 2024 ان هو يعني حاسة كده ان هو ثانوية عامة في نفسه كده، مش عارفة ليه. ولكن عزائنا الوحيد ان الصف الثالث ما عندوش امتحانات نظامية، يعني ما فيش نجاح ورسوب في سنة ثالثة. وتفسير وضع المنهج للصف الثالث الابتدائي بالذات، تفسيري انا الشخصي ان هو حابب يخلي الطفل يطلع على كل الجرامر تقريبا اللي هيدرسه في المرحلة الابتدائية، عشان بعد كده لما يجي يدرسه بشكل تفصيلي يكون عنده خلفية ولو بسيطة عن المنهج. النهارده في حلقتنا هنعرض منهج كونكت بلس الصف الثالث الابتدائي 2024، هنعرضه من اول درس لاخر درس، وكمان هنشوف مع بعض القصة والجرامر المطلوب منك السنة دي ان شاء الله. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ مع بعض الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ مع بعض في عرض دروس منهجنا ان شاء الله الترم ده سنة تالتة. هنعرضه من كتاب الباهر زي ما احنا شايفين. الكتاب ب99 جنيه وعدد صفحاته 254 صفحة، بالاضافة لملحق المراجعة النهائية، وده بيكون 112 صفحة. طبعا الملحق ده زي ما اتفقنا هو بيبقى فيه القصة بتاعتك المكررة عليك، ومراجعة على كل الوحدات وامتحانات اخر العام، وكمان اجابات نموذجية زي ما احنا شايفين. يعني لو انت بتذاكر لوحدك المنهج هتعرف يعني تراجع على الدنيا كده تمام، وتتأكد كمان من اجاباتك من خلال ملحق الاجابات النموذجية الموجود في هذا الكتاب. طبعا الكتاب ده بيصرف بشكل مجاني مع الكتاب الرئيسي. تعالوا نشوف كده الكتاب الرئيسي معنا وازاي بيعرض المنهج. منهجنا سنة تالتة السنة دي ان شاء الله بيتكون من تو سيمز، من محورين زي ما احنا شايفين. المحور الاول 3 وحدات والمحور الثاني 3 وحدات بمجموع 6 وحدات في الترم الاول، تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده عناوين الوحدات عبارة عن ايه. يونت 1 ات ذا تراك، في مدمار السباق. يونت 2 بادي ماترز، وظائف الجسم. يونت 3 واتس ان يور بليت، ماذا يوجد في طبقك. يونت 4 بعنوان ان ذا وايلد، في البرية. يونت 5 اول اباوت ووتر، كل شيء عن الماء. يونت 6 ودي اليونت الاخيره بعنوان وات ذا فلود، ما هو الفيضان. طيب الكتاب كده بيبدا بمراجعه لطيفه زي ما احنا شايفين، بيراجع لك على اهم الكلمات المفروض تكون معاك كده قبل ما تدرس المنهج بتاعك، وكمان اهم لانجوج فوكس وبعض الفونكس زي ما احنا شايفين، براكتس متنوعه او ممكن تقول اختبار تحديد مستوى كده قبل ما تدرس منهجك. هيبدا في عرض المنهج على طول زي ما احنا شايفين كده. هيبدأ في lesson 1، هيعرض لك الكلمات على شكل قاموس مصور، كل كلمة معها صورتها ومعها ترجمتها. طبعا الطريقة دي بتكون مريحة للعين اكتر، وما بتحسش بتكدس الكلمات المطلوب منك حفظها. هيعرض لك الدرس، ونلاحظ طبعا ان الدروس هنا بتكون مترجمة. الدرس بيتقسم لفقرات، وكل فقرة بتكون مترجمة بالكامل، بحيث ان انت اي جملة مش عارف معناها، اي كلمة مش عارف معناها، هتبدأ على طول تطلع على الترجمة بتاعتها بدون تضيع اي وقت، تمام؟ هيبدا يشرح لك كده الدرس بتاعك، وكمان هيعمل لك براكتس عليه زي ما انت شايف. طبعا لاحظوا معايا كميه الاسئله والتدريبات المقدمه على كل درس. طيب اللانجوج فوكس بتاعتنا او الوظائف اللغويه، هندرس اول حاجه ذا فيوتشر سامبل، زمن المستقبل البسيط، باستخدام ويل، ازاي نعبر عن المستقبل باستخدام ويل، تمام؟ ازاي نعمل جمله وازاي نعمل سؤال، وكمان هيجيب لك الكي ووردز، الكلمات المفتاحية او اي كلمة معينة تشوفها في الجملة تعرف على طول ان ده زمن المستقبل، تمام؟ ازاي تنفي طبعا، وهكذا. وكل ده مشروح بشكل مبسط جدا زي ما احنا شايفين، وكمان عليه تدريبات. بعد كده هيشرح لك الكمبريتيف او السوبرليتيف، الاتنين طبعا مقارنة، ولكن الكمبريتيف بتبقى مقارنة ما بين شخصين، احمد اطول من محمد مثلا، والسوبرليتيف دي مقارنة شخص بمجموعة، ممكن نقول احمد اطول واحد في الفصل بتاعه، تمام؟ يبقى عرفنا كده الفرق ما بينهم. التدريبات المقدمة طبعا بتسهل كتير على الطفل ازاي ان هو يقدر يطبق الحاجة اللي اتعلمها، وكمان هنبدأ نستخدم او نتعرف على ذات الاستفهام هاو، وهنساعد الطالب ان يسأل ويجيب باستخدام هاو، تمام؟ طيب براكتس ودرس جديد ومشروح طبعا زي ما انت شايف او مترجم، وكمان جايب لك اهم الكلمات المفروض ان انت تحفظها، وكمان اللانجوج فوكس هنا عندنا في الدرس ده عبارة عن ادوات الربط and but وبيكوز، ازاي نربط ما بين الجملتين باستخدام ادوات الربط الموضحة قدامنا.
طيب practice على الليسون وبعدين هناخد درس جديد بكلمات جديدة. ساعد طفلنا طبعا هنا ان يكون صديقا صالحا، ازاي؟ الحاجات المفروض ان انت تعملها والحاجات اللي لا يجب ان تفعلها ابدا، تمام، باستخدام طبعا should and shouldn't. يعني بنعلمهم لغة وفي نفس الوقت يعني ملحوظات تربوية كده لطيفة. طيب الدرس مترجم زي ما احنا شايفين، وكمان براكتس كتير على الدرس، ونبدأ في لسن جديد وهو lesson 7 and 6. وفي اللسنز دي هناخد الفونكس وازاي ننتقل لدر سي. هو هنا بيقول لك ان السي ساعات بتتنطق اس وساعات بتتنطق كي. امتى بتتنطق اس وامتى بتتنطق كي؟ ده طبعا هيتشرح في الكتاب، بس احنا بشكل عام احنا بنقول اغنيه كده للولاد عشان يعرفوا يفرقوا ما بين نطق الحرف ده بالذات. هنقول السي انطقها سي لو جت وراها اي او اي او واي. السي انطقها سي لو جت وراها اي اي واي، تمام. اي حرف تاني يجي ورا السي هيتنطق كي، تمام. طب مثلا زي ايه؟ زي ريس، زي ديستنس، زي سيتي، زي فيس، ايس، سبيس، كل دي بتتنطق فيها الليتر بيتنطق بشكل اللي هو الاس بنطق الاس. اما بيتنطق كي مع اي حرف تاني ما عدا الاي والاي والواي، زي مثلا كاميرا، كاروت، كامل، كيك، كافي، كولد، وهكذا، تمام. يبقى عرفنا امتى السي بتتنطق اس. السي بتتنطق اس اذا جه وراها ثلاث حروف الاي والاي والواي. السي انطقها سي لو جت وراها اي اي واي. السي انطقها سي لو جت وراها اي او اي او واي، تمام. غير كده هننطقها ايه سنه ثالثه؟ هننطقها كي. طيب هنشوف البراكتس على اللسن زي ما احنا شايفين، وكمان لسن جديدة بكلمات جديدة، وهنبدأ نتعلم عن التايم والتدريبات طبعا والدروس المترجمة بالكامل زي ما احنا شايفين. بيترجم لك الدرس وبيديك تدريبات كتير جدا عليه. طيب كده يونت 1 انتهت، وهنبدا في يونت 2. طبعا هو قبل ما بيبدا في اليونت هو بيراجع لك كويس جدا على يونت 1 وبيلخص لك كل الحاجات المهمه المطلوب منك حفظها في اليونت. طب نخش على اليونت الجديده، وهنا هندرس البادي ماترز، وظائف الجسم، وهنبدا ناخد السكلتون الهيكل العظمي ومكونات الهيكل العظمي زي الجمجمه والمخ والفك والعضل، وكمان الركبه والكوع والعظام والضلوع وهكذا. كمان هناخد بعض الاجهزه زي القلب والرئتين والاورده والشرايين، وكل الحاجات دي هنحفظها وهندرسها باللغه الانجليزيه كاننا كده بندرس ساينس، تمام. الدروس مترجمه زي ما احنا شايفين، والدرس جديد بكلمات جديده بالتدريبات بتاعته، وهكذا هيبدا يعرض لك الدروس بشكل تفصيلي وبشرح وبترجمه وبتدريبات الى ان تنتهي يونت 2، تمام. اهي هيلخص لك بقى اليونت كلها في صفحه واحده، وكمان هيعمل لك تدريب عليها. ندخل على يونت 3، ودي اخر يونت معانا في ثيم 1. هيبدا يشرح لك الدرس ويعرض لك الكلمات المهمه، واليونت دي خلي بالك بعنوان واتس ان يور بليت، ماذا يوجد في طبقك. هو عايزك تهتم بصحتك، ازاي تقدر تختار الاكل الصحي، وهتحط ايه في الطبق بتاعك، هتحط اكل صحي ولا هتحط ان هيلثي فود، اكل غير صحي، تمام. تعالوا هنا هيعرفك يعني ايه وجبه متوازنه وازاي انك تختار الوجبات بتاعتك بشكل صحيح. طبعا الدرس ده تقيل قوي ومليان كلمات كتير، وكمان الجرامر بتاعه زي ما احنا شايفين كده. هنبدا ناخد شود وشودنت، ايه الحاجه اللي يجب ان انت تهتم بيها والحاجه اللي لازم تبعد عنها علشان تحافظ على صحتك، تمام. هنبدا ناخد الشود وشودنت، ازاي نعمل منها جمل وازاي ننفيها وازاي نسال وازاي نجاوب باستخدام شود اند شودنت. براكتس طبعا شايفين الدروس تقيله جدا وكبيره، والكتاب مقسمها لنا هنا على شكل فقرات ومترجمها، وكمان شارح لك اللانجوج فوكس الموجوده والوظائف اللغويه الموجوده في الدروس، مستخلصها كده من الدرس وبادئ يشرحها لك جزئيه جزئيه. هاو ماتش للسؤال عن الكميه، شايفين طبعا هنا هنساعد الطلاب ان يستمتعوا ويقراوا عن اهميه الماء، وكمان يدرسوا اللانجوج فوكس عن كيفيه استخدام هاو ماتش، تمام. براكتس لسن 5 كلمات جديده،
وهنبدأ هنا نساعد الطفل أن يسأل ويجيب عن الواجبات. تمام. lesson 6 كلمات. lesson دي هندرس الفونكس وهناخد بعض الكلمات اللي فيها مقطع تي اي او ان وازاي ننطقه. زي مثلا كلمة pollution. pollution هنا يعني تلوث، وطبعا ال تي اي او ان ليها نطق معين. وطبعا اذا كنتش عارف تنطق الكلمات زي ما بقول دايما وبكرر، اللي مش عارف ينطق كلمة معينة في المنهج بتاعه هيدخلها على جوجل ترانسليت، وده تطبيق بشكل مجاني جدا موجود في كل التليفونات وفي كل الكمبيوترز، تقدر ان انت تسمع الكلمة بالنطق الصحيح. طيب البراكتس على الليسون زي ما احنا شايفين، وكمان هنا على فكرة الترجمة دي بتساعدنا ان احنا ما نضيعش وقتنا في البحث عن ترجمة الكلمات، وبما ان احنا لغتنا الاصلية او اللغة الام عندنا هي اللغة العربية، فاكيد هنحتاج ان احنا نترجم اللغة الانجليزية عشان نفهم احنا بنذاكر ايه. تمام. لكن بيفضل يقول لك لا بلاش عربي مع الانجليزي، ده انا مش فاهمه والله، هو لغتنا الام هي اللغه العربيه واحنا لسه بنتعلم اللغه دي، فلازم طبعا نعرف ترجمه الكلام ولازم نفهم احنا بنذاكر ايه بالظبط. تمام. عندي lessons 8 and 9 هيكلمك هنا عن الشوجر وهل هو مفيد لينا ولا ضار لينا. تمام. هنبدا ناخد شويه ماس كده في وسط الدروس وبراكتس. اليونت انتهت وهيبدا يعمل لك اكتيفيتيز ان يونت 3، هيبدا يعمل لك شويه مراجعات كده، والثيم كده بينتهي وبيبدا يعمل لك مراجعه على الثيم ككل، وبيقدم لك اختبار على الثيم، وبعدين بيديك نون فيكشن ريدر اللي هي قصه واقعيه بقى، اللي هي حاجه واقعيه هنتكلم فيها عن people in hospital، العاملون في المستشفى. يعني مين اللي بيشتغل في المستشفى؟ هنلاقي طبعا الدكتور، الطبيب، والنيرس، الممرضة، بعض الادوات، بعض هنلاقي برضو الطباخ موجود في المستشفى، العامل النظافة، وهكذا. تمام. هيبدأ يديك القصة وكده الثيم الاول بينتهي ونبدأ في ثيم 2. انا طبعا هفصل الصوت هنا وهقلب كده صفحات ثيم 2 مع بعض، اللي حابب يطلع عليه، اللي مش حابب خلاص كده الفيديو انتهى بالنسبة لك، واستودعكم في رعاية الله وسيبكم مع باقي دروس المنهج.